صباح الخير من جديد. بنرجع مثل كل يوم بنحكيكم عن المونديال. شو صار امبارح؟ كنا حكينا عن اخر مونديال، يعني هذا كنا عم نحكي شوي هيستوري من 1930 لهلا 2014. شو صار بالمونديالات؟ مين ربح؟ ستاتستكس، كل هدول الامور هيك اللي الناس عبالها تعرفها. اليوم رح احكي عن شوي عن كونتروفيرسيز، كل الجدل اللي صار بهذا المونديال تقريبا قد ما فينا حسب الوقت نحكي شوي. رانيا، شو صار جدل على اليوم؟ رح نكون up to date. عم نحكي عن مونديال السنة، عم نحكي عن مونديال السنة ونشوف تقريبا exactly بالتحديد شو صار جدل. مثلا رح بلش لما بيعصبوا من الحكم، اكيد ما هو kind of يعني على طول الحكام عندهم وجهة نظر وجود بالجدل. رح نحكي عن اول جيم صارت بين برازيل وكرواتيا، بين برازيل وكرواتيا. ما اعرف انه بدقيقه 71 صار في بنالتي لصالح الفريق البرازيلي. هون كان الجدل انه مش مزبوط البنالتي مش بنالتي. لعبت اكيد، سجل نيمار البنالتي بوقتها وعطى التقدم 1-0 وكانت النتيجه 3-1 بالنهايه. بس يمكن لو ما هالبنالتي قامت لقيامة على الحكم، قامت لانه اول شيء كنا عم نحكي بالنهايه عن الحكم الياباني نيشيمورا. نيشيمورا طلع انه اول حكم دولي ما بيعرف يحكي انجليزي، واللي هي اللغة الدولية المعتمدة. صح، يعني كان اللعيبة عم يجربوا يحكوا معه وهو عم يحكيهم بالياباني. ما حدا عم يفهم حدا، يعني هيدي عن جد انه شو عم تحكيني ياباني ما عم بفهم شيء، فما فهمت. هيدي اول شغلة. ثاني شغلة انه تم انتقاده حتى من مواطنينه اليابانية، من جامعة الفيفا، من الصحف، من انه الفاول او البنالتي ما كان مفروض تكون بنالتي بوقتها. بس اتخذ اجراءات، اتخذ اجراءات انه بحقه، هو بحقه لانه بالنهايه المسؤول عن الفيفا كان شوي هو معه بالنهايه، بس باخر المطاف قال انه عندي ضغط انه يرجع يحكم باي ماتش ثاني. ولهلا بنشوف انه ما عاد حكم. وبتعرفي مباراة الافتتاح كانت أهم، أول مباراة كانت أهم من أهم المباريات، فبالوقت الحاضر توقف ما بقى. غريب عن جد، الأمر غريب هون، يعني بمونديال هالقد عنده مصداقية إنه يصير هيك غلطة. 100% في أغلاط تانية صايرة. لحظة وصل لك. مكسيك كاميرون كان عندهم كمان الجيم كانت كتير حامية. بنشوف إنه بالفريق المكسيكي او الميدفيلدر بالفريق المكسيكي، عم نحكي عن دوس سانتوس، سجل هدفين ما انحسبوا وانحسبوا اوف سايد، مشان هيك ما تسجلوا. بس وقت رجعوا وتاكدوا من الفيديو، طلع انه اول اوف سايد اكشلي كان على اللاين، ما كان اوف سايد. ثاني اوف سايد كان الطابه طالعه من الفريق الكاميروني مش طالعه من فريق المكسيكي، يعني اثنيناتهم ما كان مفروض ينحسبوا. هون كان الجدل انه لازم الفيفا تسمح للكوتش على القليله يعمل مداخلتين بالمتوشي بواسطه الفيديو، يعني نرجع نشوفه على الفيديو قبل ما تطلع الفاينل ديسيجن. صح، هن دغري بيقرروا بعدين بنرجع بنشوف. ما هيك فهمت؟ بس انه بس يطلع القرار خلص، بيطلع القرار. هذه المشكله. بينما هون ربح اكيد، رجعوا المكسيكي ربحوا 1-0، بس يمكن كانت النتيجه كان فيها تكون أكبر. يمكن 3-0 هون كان الفرق، وكان هون الخطا من الحكم الطرف اللي هو كولومبي. ما يعني بالنهايه كمان سحبوه لانه اختفى، ما اختفى بس انه ما بقى هلا عم يشارك لانه كمان عمل هيدي الغلطه. بس انه يعني حكم دولي فادي، مش مفروض يكون انه عنده هالفورماسيون، عنده هالخبره، عنده هالوجود الصادق. يعني انه الحكم مرات من الانجل تبعه ما بيشوف مظبوط، بس كحكم طرف ما عنده غير الا يشوف انه هالشخص قطع الخط ولا لا. هي ابسط شيء، بينما حكم النص وارد. بعدين مع التكنولوجيا كلها اللي موجوده، يعني بالتصوير وبالكاميرات، كان في يعطون نتيجه تكون احسن. اذا مقصوده ولا مش مقصوده. شو بعد في؟ رح احكيك عن سبين نذرلاند. سبين نذرلاند كان ماتش كثير حامي. بالنهايه سبين خسرت 5-1 مع نذرلاند، كان كثير بشع النتيجه.
ما قلت شيء بس بنقول انه دييغو كوستا كان هو لاعب، هو اصلا اصله برازيلي، لعب مع الاسبان، والكريتكس كانوا كلهم ضده لدرجه انه بوقت من الاوقات من بعد النتيجه هالبشعه ما بعرف لا سحبوا الكوتش وفوت شخص ثاني محله تورس بمركز الهجوم. بس كان هون في انتقادات لانه حتى كوستا نطح حدا براسه وما حدا عمل اي اكزاكتلي ما صار شيء، بس يعني ما عطوه اي انذار ولا اي شيء، بس الكوتش نفيو. لا الكوتش يعني عرف سحبه بالوقت المناسب، ثلاثه نفوا هلا هيك اختفوا من الوجود المونديالي. لا هو كان في يلعب لو ما انسحب لو ما خسروا بالتحديد وطلعوا فهيدي كانت هي ممكن كان يكمل مظبوط فهون لو ما راح الفريق كله exactly. بالنهاية تجنب الكوتش يصير أي شيء تاني وياخد بطاقة صفراء أو حمراء أو whatever وسحبه وفوت شخص تاني محله. إذا بنروح بعد على جرماني بورتغال، هولي كلهم صاروا هلا بهالكم يوم. أنا عندي هون كتير هالكم يوم حصلنا شهر. جرماني بورتغال كمان مع حكم الصربي هون بالدقيقة 12 كمان عطوا الألمان بينالتي. وهذا البينالتي كمان بقولوا انه يمكن ما كان لازم يكون، ما كان بمحله كمان لانه يمكن كمان الحكم شافه من محل معين، عطى النتيجة ما بعرف اذا في كوميونيكيشن بالدينه بينه وبين الكنترول روم او بس يفرجونا على الريبلاي ببين اكثر على سلو موشن. بالنهاية هون حتى الكوتش البرتغالي قيمته بس ما قدروا عملوا شيء. توماس مولر سجل أول هدف هو بهالبينالتي، بس كمان بدقيقة 37 إذا لاحظتي بيبي نطحوا لتوماس مولر هو على الأرض وشحطوه لبيبي عطوه بطاقة حمراء، بينما توماس مولر هو مثل انه اكل ضربه على 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 وجهه، وهي التمثيليه كان لازم هو يتعاقب عليها مش بيبي. يعني بيبي كانت ردت فعله انه ما مفروض هل قدت مش قوية exactly. صح بالنهاية مشحت من الجيم. هدول اذا بدك هل كونترفيرسيز يمكن بعد في غيرهم ما بعرف اذا حكملوهم بعدين. رح جرب كملهم بعدين فادي عندنا بعد وقت قليل فينا نقول عن رابح، نعلن عن رابح امبارح. رابح امبارح هي ميريام مرعي ربحت معنا شيء كامبريدج. وسؤال اليوم سؤال اليوم رح يكون مين ربح اول فيفا وورلد كاب. مين ربح اول فيفا وورلد كاب؟ فيهم يجاوبوا على صفحه فيسبوك بيج تبع ام تي في. وبالنهايه عندنا كمان في عندنا مسابقه للوورلد كاب على ام تي في صفحه ايضا فيسبوك. لا مش فيسبوك، mtv.com.lb /worldcup. نعم. شكرا لك فادي قد ما عنا هيك اشياء عم تضيع فيهم اشياء بوقت كثير سريع. عم نجرب نعطيكم اكثر معلومات فينا بوقت اكيد. لكن ما تنسوا تجاوبوا على سؤال اليوم. مبروك لرابحه اليوم، ونحن رح نتوقف مع بريك قصير ومنتهي.